رياضي في اي بلد من بلدان العالم، كيف يتعامل معها النادي الاهلي بما نعرفه عنه دائما ابدا من راويه ومن ثقه طبعا دائما ابدا مصاحبه للنادي الاهلي ومجلس ادارته ومسؤوليه. معايا على الهاتف زميلي العزيز شريف فؤاد المتحدث الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. تحياتي محمد، اشكرك وتحياتي لمشاهدي الكرام ولجمهور النادي الاهلي في المكان. اهلا بيك وبنسعد دايما بمشاركتك معنا، ويا ريت طبعا الجمهور طبعا شغوف بانه يعرف تفاصيل اكتر من خلال تواجدك مع مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب واطلاعك على موقف النادي الرسمي وما اعلنه وتقييم النادي لهذا البيان اللي خرج باسم النادي تعليقا على الاحداث. خليني اقول لك محمد، الحقيقه انه البيان ليس هو الاجراء الوحيد فقط الذي اتخذه مجلس الاداره للتعاطي والعمل على هذه المشكله، لانه الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كانوا في غايه الانزعاج من التصرفات اللي حدثت في هذا العرس الرياضي. تعلم انه كان هناك جهود كبيره لعوده الجماهير الى الدرجات، والمجلس بذل جهد كبير وتواصل مع كل اجهزه الدوله خاصه وزاره الداخليه. الناس الحقيقه يعني ساعدونا بكل حب وتعاون ان يكون رد الجميل بهذا الشكل من مجموعه دست وسط الحضور، فهذا امر مرفوض ومستهجن وغير مقبول بالمره. ومجلس الاداره الحقيقه والكابتن محمود الخطيب وجه الان الاداره بالتحقيق في كيفية وصول تذاكر المباراة إلى هذه العناصر الإثارية اللي واضح أنها داخلة تفتعل مشكلة وتحدث وقيعة، وليست من أبناء ولا جمهور النادي الأهلي العظيم اللي احنا نعرفه واللي هو دايما بيقف جنب ناديه في الضراء قبل السراء. والحقيقة أنه مجلس الإدارة عنده قرار بعد أن تنتهي تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية ويعلن المسؤولين عن هذا الأمر، سيتم ايضا اتخاذ موقف حاسم ضدهم من النادي الاهلي ومنعهم من حضور اي مباريات للنادي لعده سنوات قادمه، سيحددها المجلس وقت اعلان الاسماء. ايضا انا عايز اقول لك، انا قبل ما تكمل كلامك كمان، انا فاكر ان احنا اتكلمنا مع بعض يا شريف في حلقه سابقه ونقلت لنا رؤيه النادي الاهلي لهذه المباراه تحديدا واهتمامه بيها وحجم الجهود المبذوله للتنسيق مع كل الجهات المعنيه بتنظيم واستضافه النادي الاهلي لهذا المنافس في هذه المباراه وقيمتها ومعناها وانها رمز ومؤشر لعوده الجماهير على افضل شكل ممكن، فلها قيمه خاصه جدا المفروض عند الجمهور وطبعا عند مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا يا محمد، وانا فاكر كمان ان انا قلت لحضرتك انه مجلس الاداره بيعول على هذه المباراه لتكون باكوره نحو عوده الجمهور، وتكون الحقيقه انطلاقه وبدايه حقيقيه يعبر فيها النادي الاهلي وجمهوره عن سلوكه الحضاري وخوفه على المنشات العامه وتخطيطه لناديه. ما في النهايه الرياضه دي متعه محمد، واحنا كجمهور بنروح المدرجات والمباريات لنستمتع ولنقدم الدعم والتشجيع والسند لمختلف الالعاب الرياضيه. اما فكره محاوله استغلال بعض العناصر واسلاك بيها في اتون معركه لاحراج مجلس الاداره او لاحراج النادي او لاحداث واقعه بين جهاز الشرطه وبين جمهور النادي، لا يعني الحاجه كلها محاولات انا بعتقد انها لا تنطلي على اي شيء. وانا واثق كمان في حكمه اجهزه الامن ومعلوماتهم وايضا كل عناصر اللعبه سواء اتحاد الكوره او وزاره الرياضه، لانه كان في بعض الكلام اثير عن انه يعني انتهينا كده وهنرجع مره ثانيه نلعب في استاد في برج العرب في اسكندريه والنادي الاهلي يدفع ثمن. انا اتمنى الحقيقه، اتمنى على المسؤولين انه يعني يقفوا امام هذه الاحداث بالدرس والتحليل ونشوف المشكله فين ونعمل فعلا على حلها، والاهلي وجمهوره العظيم لا يدفع ثمن بخروج قله مدفوعه وقد تكون يعني بهدف مش بس اثاره واقعه بين جمهور النادي الاهلي والشرطه، ولكن ربما الصوره الكامله لمصر اللي بتنهض وبتعمل في كل مجال الان يكون المقصود هو تصدير صوره سلبيه عن يعني هنا النادي الاهلي منفتح كمجلس اداره على التعاون مع كل الاجهزه المعنيه بمتابعه هذا الامر من الجانب القانوني ومن وجهه النظر القانونيه ومحاسبه كل مدان يثبت مشاركته في اي حدث خارج على القانون. والتعاون كامل مع اجهزه التحقيقات، واي معلومات الحقيقه لدى الاداره التنفيذيه ستقدمها بمجرد الحقيقه التوصل الى حقيقه الشخصيات اللي قامت بهذا الشغب. مجلس الاداره زي ما قلت لحضرتك هيمنعها، ده اللي يقدر ياخده، هيمنعها من حضور اي مباريات مستقبلا.
الموقف القضائي هذا شأن الدولة المصرية، تتخذ من الإجراءات ما تريد طبقا للقانون، لأنه لا ينبغي أن احنا الحقيقة نقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصرفات الخارجة وغير المقبولة، ولا أحد زايد على النادي الأهلي وعلى أوتوريته وعلى تاريخه محمد، لأنه الحقيقة بعض الأصوات بدأت تتعالى ويقول لك مجلس الإدارة والنادي، يعني فيها البعض بيحاول يصطاد في المياه المعكرة، لكن النادي الأهلي لا يأخذ من أحد، لا في مواقفه ولا في قيمه ولا في كيفية إدارته للأمور، لأنه إدارة النادي الأهلي يعني تدرس وهي راسخة زي ما حضرتك قلت يعني منذ سنوات، وستبقى بحكمتها ورشدها إن شاء الله راس للكثيرين ليهتدوا. طب زميلي العزيز خليني أسأل حضرتك كمان عن أمر آخر، نعلم دائما أبدا أن النادي الأهلي الأكثر حرصا على سداد قيمة أي أمور تتعلق بخسائر أو تلفيات، هو الأكثر أو الأسبق دائما أبدا بالتعاون مع أي جهات، وهو سباق لإعادة الحقوق لأصحابها إن وجد ما يستحق السداد أو تغطيته ماليا. هل في هذا الجانب في تفاصيل أو مؤشرات أو أرقام خاصة بتكاليف تلفيات ظهر الحديث عنها أو توصلنا لأرقام دقيقة بشأنها، ولا ده سابق لأوانه؟ محمد يعني استاد القاهرة ده منشأة عامة مملوكة لحضرتك ولجموع الشعب المصري طبعا، ومرفوض تماما الاعتداء على المال العام وإفساده الحقيقة بهذا الشكل. وطبعا انه لان ده ملعبنا، ملعب النادي الأهلي الرسمي، فأي خسائر لحقت جراء هذه التصرفات غير المسؤولة بمجرد حصرها من هيئة استاد القاهرة ورئيسها المحترم الحقيقة اللي بنجد منه كل تعاون ودعم في اللواء علي درويش على الفور النادي سيتحمل. عشان كده بقول لك ان العمل هذه الفعله هو ليس من جمهور الاهلي، لانه داخل يضر النادي ماديا، يضر صوره النادي ومجلس الاداره وفريق الكوره، بيسبب له مشاكل مستقبل. وسببه الرئيسي لدخول الاستاد ما كانش الاستمتاع بمباراه كره قدم، هو داخل بغرض واجنده سياسيه محدده من البدايه. ما انت بتشوف 20,000 30,000 بيحضروا في استاد مختلف في تدريبات، والتدريبات احيانا لا تكتمل في المباريات المهمه بسبب حضورهم، ولا تحدث مشكله واحده محمد. صحيح. يعني صحيح. واضح جدا ان هذه الازمه مفتعله، ولذلك ان شاء الله يعني بنتمنى انه اجهزه الامن تستطيع التوصل الى الشخصيات اللي اقدمت على هذه الفعله وتقديمها للعداله. صديقي وزميلي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن فقدنا الاتصال مع شريف بالفعل، لكن هو أنهى وأتم كلامه ونقل وجهة النظر الكاملة للنادي الأهلي، خطوط عريضة لهذه المداخلة ولما عبر عنه زميلي شريف فؤاد نقلا عن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أن النادي الأهلي يرفض أي تجاوزات ويتعاون مع كل القائمين على إدارة الأمور في الدولة لوضع النقاط على الحروف ولمنع أي تجاوزات أو استغلال لأي محافل أو مناسبات رياضية لأغراض أو لتحقيق أجندات سياسية أو أهواء سياسية. احنا بنطالب الجميع بتحمل مسؤولياته، والنادي الأهلي كمان زي ما أكد زميلي شريف فؤاد في هذا الاتصال متحمل لأي تكلفة وسباق بتحمل أي تكلفة، هو جزء من كيان هذا الوطن واستاد القاهرة هذا الصرح بما تم من تعديلات وتطوير فيه في الفترة الأخيرة، وكنا على الهاتف مع رئيس هيئة استاد القاهرة في الفترة اللي فاتت في حلقة من حلقاتنا السابقة، واتكلم عن حجم الجهد المبذول وان التطوير جاري العمل عليه وانه لسه في مراحل قادمة تتعلق بتطوير الاستاد، ولكن ما أنفق ليس بالقليل ويستحق أن نقدر طبعا دور الدولة في هذا الاتجاه وفي تطوير والنهوض بمنظومة الرياضة، حق أو نعطي الجهد المبذول حقه في هذا الصدد.